تحية للنادر نادر نادر يا منادر نادر نادر يا منادر نادر الشكليات المعمول بها، الشكليات
الخلفيه ديالك كنعرفوها انت صاحبي باش الخلفيه المسؤول خصو يدير المسؤول خصو يدير الشرع المسؤول كنعرفو صاحبي الخلفيه كنعرفو صاحبي المساكين جايين هنا البوليس برا زعما جايين فرحانين قال لك الخلفيه كلام هو كيشرف كرشي يتكلم ما تكلمش على شي ولا كيشرف هو جاي دابا عاودتي كل الاساتذه وتيقول له سيت قادر ب 1000 درهم وزير دخل القسم هذا خصو الان بزاف عليه والله في الزكاه ديال بزاف عليه الفولي ديك انا قسم بزاف عليه هذيك الكسوه بلاتي اخوان اخوان قال لكم ممنوعه اخوان حنا غاديين صافي بلاتي اخوان الاساتذه حنا حاملي الشهادات تتعرفون الاساتذه ماشي اول ما تاخذوا الشكل النضالي ولا مسيره ولا كذا في القريب حاجه تكون عندنا مسيره ان شاء الله وراكو عندنا شحال نضالي حنا ماشي تحدي هذا حق عطاه لنا الدستور ملي تيكون المنع عباد الله جيبوا لنا المنع مكتوب درنا البلاغ ديالنا العالم طالع لي الصحافه الدوليه الوطني شافتو جيب لنا بلاغ مكتوب جيبوا لي قرا عليا قول لي القايد جا قبيله قال لي منعني شفويا المنع خاص يكون مكتوب يقول لي ها هو قرا وسير بحال ملي تجيبوا لنا المنع مكتوب انا قلت لك حنا راه مذكره في القانون القايد هذاك السيد تيقول لك انا درت في القانون وتيسب ويوهين الاساتذه اللي عطاوه الدكتوراه تقول لك انا دكتور لذلك احنا اساتذه تنحترموا الجميع وتنحترموا وتنقولوا دائما تنقولوا عباد الله راه حنا ماشي ضد وزاره خلينا نتكلم فواز ما حناش ضد وزاره الداخليه وماشي ضد البوليس راه بامكان ذاك البوليس يكون هنا بامكان انا نكون لهيه راه عندنا دكاتره في القانون كان بامكاني يكون عامل الشرطه ويكون قايد وممكن دوك العناصر البوليس كان خلينا نكمل على الاستاذ راه تندير مش راه كاينين كاينين هاد البوليس كان بامكان عنده لا ليسونس والماستر وغير يكون مع الاساتذه تيقري حنا ولاد الشعب وكنا ولاد الشعب واش نقولوا هاد الكلام ماشي خوف ماشي جوب لا انا تقول هذا الكلام هنا وما غير هنا لذلك انا اسف الاستاذ شكون عندنا اشكال نضاليه اخرى اليوم حنا كتنساقيه وكا كمجلس وطني قررنا نمشيو للمخرج ديال اليمطي فرادى وهاد المساله ما غاداش شكون ماشي كما ذكر الضعف او كذا هذا لانه اليوم وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.